انطلاقا من أهمية المسرح ودوره في تحريك وتطوير المشهد الثقافي والإنساني، أعلن في حماة عن ولادة المسرح القومي. في المرحلة اليوم نحن عملنا تأسيس مقوناً لهذه الدائرة، دائرة المسرح القومي في حماة وفي حمص أيضاً، حتى تكون نواة لتطوير إداري في عمل مديرية المسارح والموسيقى، تتحول إلى هيئة عمل المسارح والموسيقى تشمل كافة المحافظات السورية. اليوم سيكون انطلاقة جديدة مقوننة بكوادر جديدة لهذا المسرح. هذا المسرح الذي طال انتظاره والذي سعى إليه وعمل من أجل تأسيسه كبار المهتمين بالمسرح طبعا، وكانت ثمرة الجهود بالتعاون مع الجهات الفاعلة في دمشق طبعا، ومن هنا نتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز الذي يتحقق اليوم، كما قلت هو حلم. المسرح على صعيد التأليف يتبع إلى اتحاد الكتاب العرب، وعلى صعيد الإخراج يتبع إلى نقابة فنية. نعرف كم نعاني من النقابتين. أملوا أن نجد من خلال المسرح القومي الذي الآن بصدده كلنا جميعا أن يكون فاتحة خير ليعود المسرح كما كان، لأنه كان ألقا. ويعود تاريخ المسرح في حماه إلى مطلع الستينات من خلال نادي الفارابي الذي أسسه مجموعة من الفنانين والأدباء، ويعد إطلاق المسرح القومي بحماه تتويجا للعمل المسرحي في المحافظة. وسيشهد المسرح تأسيس مجموعة من اللجان، منها القراءة والمشاهدة والإعلام. للأخبارية السورية علي شحود، حماه.